انا معايا دلوقتي اغنيه بمناسبه زي الهوى سمعتها في برنامج حكاوي الغناوي لفنان صديق اسمه الاستاذ اسامه حجاج. الحقيقه انا كنت قاعد بالصدفه فشفت جزء من البرنامج فعجبتني الاغنيه. هي بيكلم عن انا خدنا ابويا. اغنيه قصيره جدا كلمات حلمي عمر والحان يوسف كمال وتوزيع محمد جوهر وتصوير محمود الاتاسي واخراج اياد سالم. الغناء لاسامه حجاج. الاغنيه قصيره جدا بس فيها معنى حلو ان التاريخ زي الشرف. هو بمناسبه الامارات يعني التاريخ زي الشرف ما بيتفرجش فيه، وتاريخك هو جزء من وجودك دلوقتي. وامه بلا تاريخ امه بلا حاضر ولا مستقبل. وحتى العالم الحديث الناس فرحانة بتاريخها قوي وإن كان تاريخها قليل يعني. وصعب جدا حتى أمريكا بتتكلم على المؤتمر الدولي العالمي بتكلم على جورج واشنطن بتكلم على بداية تأسيس الجمهورية أو الولايات المتحدة الأمريكية تاريخ يعني. حتى احتفالاتنا تاريخ يعني احنا بنحتفل بالتاريخ سنويا. لما تحتفل انت كمسلم بالعيد الاضحى ما ده تاريخ من 2000 سنه سيدنا ابراهيم. لما تحتفل بالعيد الصغير ما ده تاريخ بتاع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حتى اخواننا المسيحيين الاعياد بتاعتهم كلها تاريخ. حتى العصر الحديث الدوله الولايات المتحده لما تحتفل بالرابع من يوليو تقريبا ده تاريخ. شم النسيم تاريخ. ما في احتفال لأي أمة على ظهر الأرض إلا وكان تاريخ سابق. فالتاريخ مهم. الأغنية بتقول كده، بتقول إن التاريخ حاجة كده زي الشرف يعني ما يتفرطش فيه. اللحن جميل قوي والتوزيع رائع جدا بصراحة، والكلمات هايلة قوي، عجبتني الكلمات جدا، وأداء الأستاذ أسامة حجاج فيه حلو قوي. فأنا الحقيقة عجبتني الأغنية، فأنا بس عايزك تسمعها كويس قوي لأن الأغنية ترقى. وفي ميزة في الأغنية دي لأن أنا عندي مشكلة مع أغاني ضد الانقلاب. الأغاني اللي ضد الانقلاب هي أغاني الحقيقة بتبقى الرسالة بتاعتها فجأة يعني مباشرة. الأغنية دي الرسالة بتاعتها فنية أكتر لكنها بتوصل معنا. نسمع بس يعني أرجوكم اسمعوا صوت أسامة حجاج وكلمات حلمي عمر وألحان يوسف كمال. ويوسف كمال ده اسم واحد من الأسرة الملكية من أسرة محمد علي. كان عنده قصر، القصر بتاعه ده في شارع محمد مظهر في الزمالك، تحول إلى كلية الفنون الجميلة اللي هي في الزمالك دلوقتي. والراجل ده كان راجل عصبي وبيمشي بكلاف في الشارع، لكن له فضل واحد بس في تاريخه كله أنه أنشأ كلية الفنون الجميلة أو ساب القصر بتاعه اللي موجود دلوقتي في فنون جميلة الزمالك. ما علينا يعني. الحان يوسف كمال ده شاب، وتوزيع محمد جوهر، محمود الاتاسي، انا خدنا ابويا في حضنه. الاغنيه جميله جدا وشكرا لاسامه والحلمي واليوسف والجوهر والاتاسي واياد انهم عملوا لنا الاغنيه دي. نسمعها كده. مهما صحاب الورق ناروها
الحقيقة تبان، بكرة الحقيقة تبان.